تحياتي للجميع، سامر الصالحي معكم. وأنا اليوم حابب أعمل فيديو سريع على احتمال أكثر سؤال بينسأل في القناة اللي عندي، وأنا دائما بحاول إني أبعد عن الأجوبة اللي لها علاقة بمساعدة الناس إنها كيف تستثمر وهي الأشياء، لأني ما بحب إني أزكي أي منصة على منصة ثانية، لأنه كل الناس أو كل المنصات في إلها فوائدها ومضارها، محاسنها ومساوئها. وطبعا هذا الشيء بيختلف من مكان لمكان وقت للتاني، حتى نفس المنصة أحيانا بكون في عندها مميزات كويسة وبيغيروها مع الوقت، أو بيصير في عليهم قيود إضافية. فلهذا السبب أنا ما بحب أنصح في هاي الأشياء، ما بحب أزكي على أي حدا، أي يعني أنصح بأي مكان معين أكثر من التاني. اللي حبيت اليوم أحطه في الفيديو السريع هذا بس طريقة على أساس الواحد كيف يتعلم هو بنفسه يختار المنصة الأنسب والأكثر يعني فائدة له من مصلحته، هو كيف يدور، كيف يعرف طريقة إيجاد هذا المكان. بس قبل ما أبدأ، في ناس بتسأل دائما على المنصات المش معروفة اللي بيكون في عليها مثلا عملة ICO لعملة معينة وبتكون مش معروفة، أو منصات صغيرة. طبعا انا بحذر منهم هدول المنصات، لانه واحد ما بيعرف شو بده، شو بيصير معاهم. حتى لو انت صادفت معك في البدايه ارباح، وحتى لو كانت الارباح هاي مغريه، حاول الاولويه الاولى عندك انك تسترد راس المال. بمجرد ما تسترد راس المال ويصير في عندك جزء من الارباح هي اللي بتتعامل معاها، انت راس المال ممكن تاخده وتحطه في مكان اكثر امان، الريسك فيه اقل، وتستمر انت الهاير ريسك اللي هي منصه جديده او عملات يعني فيها خطر انها ممكن تزول مثلا، يعني فيها مخاطرة عالية. بدك تحسب طبعا انت ايش اللي بتسويه، لكن الافضل انه الجزء اللي انت اصلا تبدا فيه ما يكون اكثر من 10% من قدرتك على الخسارة. يعني نفرض انه انسان عنده مدخراته 2000 دولار وحابب انه يبدا بهذا المجال، فقرر انه يحط 1000 دولار مثلا في الاستثمارات، والألف الثاني بيخليها للزمن أو سيفينجز يعني مدخرات. خلال الفترة هاي ممكن ياخذ الألف دولار هدول الأساسيين اللي هو بده يستثمر فيهم ويوزعهم. هم الألف دولار هدول لو خسرهم هو ما راح تأثر عليه، لكن طبعا بزعل الواحد يعني لأنه تعبان فيهم. فلا بياخذ الألف دولار هدول، عنده قدرة على خسارتهم، ياخذ بس 10% منهم بيدخل فيهم سوق الكريبتو، لأنه سوق الكريبتو عالي التذبذب، في مشاكل كتير، يعني في مخاطرات، ودائما الربح لازم ينقاس، او الاداء لازم ينقاس ب نجاح العمله مثلا مقارنه بالمخاطره اللي اتخذتها وقت ما اخذت هاي العمله. اخذت مخاطره عاليه، حتى لو ربحت كتير انت اخذت مخاطره عاليه. وهذه طبعا حتى يعني في الشركات اللي لما تحاول توظف خبراء تحليل مالي عندهم وهيك اشياء بتاخذ هاي في عين الاعتبار، لازم ما يكون في مخاطره عاليه، لانه المخاطره هاي بتقلل من الربح كمان. يعني وجهه نظر الاقتصاد انه اذا انت بتخاطر كثير انت راح تخسر كثير في وقت من الايام، في وقت راح تخسر. المهم ناخذ احنا 10% من القيمه اللي احنا نقدر انه نخاطر فيها، نفرض 100 دولار، هدول 100 دولار هم راس المال اللي انت داخل فيه بتحاول دائما انك. طيب احنا مكملين في الطريقه اللي احنا بنحاول نعرف فيها كيف انه من وين ممكن احنا نشتري اي عمله كريبتو في على الانترنت. طبعا انا بدي اعلم الناس كيف اصطاد، ما بدي اعطيهم سمك. افضل طريقه انا شفتها اللي هي انه احنا نروح على كوين ماركت كاب مثلا، وهذا واحد من اكبر المواقع اللي بتتابع عمليات الاسواق كيف شكلها، بيعطينا معلومات كثير، في كثير اشياء مفيده لنا. اهمها مثلا احنا بنقدر نعرف منه عدد العملات الكريبتو الموجودة، عدد الأسواق الموجودة حاليا متاحة للعملات. العملية بسيطة جدا، كل اللي احنا محتاجين نعرفه انه وين الثقل في عمليات التداول بتم، ونعرف انه هذه منصة كويسة او احنا ممكن نستفيد منها. مثلا اذا بنروح على بنشوف واحدة من العملات الكبار، طبعا مين العملات الكبار؟ احنا اول 15 عملة تقريبا، خصوصا المستقرين في توب 15 واحدة هدول، بنقدر نعرف منهم من العملات القوية واللي غالبا انها يعني تعتبر اقل مخاطرة، لكن في برضه يعني مخاطرة دائما موجودة. فنبدأ احنا مثلا بأهم عملة، طبعا احنا راح ناخذ احنا البيتكوين. بمجرد احنا ما نضغط على هذيك المكان اللي انا ضغطت عليه، بورجيك
الماركتس والزخم تبعها او كميه المبيعات اللي عندها. طبعا احنا هون بنشوف على طول وين موجودين اكثر شيء عمليات تداول وباي عمله، باي عمله. طبعا نستفيد منها عده اشياء. اول شغله مثلا عندنا احنا الاوكي اكس، اوكي اكس مثلا احنا شايفين انه عندهم تداول كثير خلال ال 24 ساعه الماضيه، حوالي 457 مليون دولار في يوم واحد. بيتفينكس نفس الشيء 441 مليون. فاحنا يعني غالبا اي واحده من العشره الاوائل هدول راح تكون يعني سيف بيت، يعني الواحد ممكن يتعامل معاها. باينانس مشهوره، بيت فلاير مشهوره، يعني في كثير من هدول الشركات مشهورين ومعروفين جدا. ف يعني يمكن انك اي واحده منهم انك تاخذها وتتعامل معاها وتعتبر انها شركه كويسه. راح اورجي انا كيف عمليه التعامل مثلا بيت فينكس. بيت فينكس من الشركات المحترمه جدا براس مال او يعني بيتداولوا بما يعادل حوالي مليون مليار و180 مليون. الموقع تبعهم موجود، ممكن تدخل وتعمل تسجيل عن طريقهم. مع العلم انه بيت فينكس ممنوعه بامريكا لانه في بينهم وبين الحكومه الامريكيه نوع من العمليات يعني عدم التوائم. طبعا بورجيك كمان المنصه هاي وشو العملات اللي هم بيتعاملوا فيها. يعني مثلا بتشوف عندهم ايوتا، ريبل، لايتكوين، ايثيريوم، موجودين كلهم موجودين عندهم. قديش حجم التداول فيها؟ طبعا احنا لما نحكي عن اي منصه تتداول ب 100 مليون بس في عمله واحده، يعني هي منصه كبيره. طيب نرجع مره ثانيه احنا نشوف. طيب احنا شفنا العملات الكبيره، طب شو بالنسبه للعملات الصغيره؟ يعني انا بتعامل مع اي سي او صغير، العمله مش معروفه كثير، فشو احنا عندنا احتمالات في هذه الحاله؟ في هاي الحاله احنا ممكن خلينا ندور على عمله صغيره واحده تداولها خلال 24 ساعه الماضيه كان صغير. خلينا نشوف احنا عندنا هون، يعني بلاش نصدر شيء هدول، خلينا نشوف عمله معقول يعني سعر او حجم التداول تبعها منطقي. يعني مثلا الكترونيوم هون حجم التداول تبعها 3 مليون، كثير صغير، اقل من 4 مليون شوي. ديجي بايت، ديجي بايت ممكن نجرب ديجي بايت. إذا رحنا على التداول تبعها ضغطنا عليه، هذا بورجينا إحنا المنصات وقديش عمالة تتداول. ولاحظنا هون إحنا البير اللي هو الزوجة اللي بتداولوا إنهم بيحولوا من الديجي بايت هاي لبيتكوين. فطبعا هذا شيء مفيد، إحنا بنعرف إحنا من وين المصاري عم تيجي ومن وين المصاري عم بتروح، من أي عملة لأي عملة. طيب كويس لحد هون كويس. هلا إحنا طلع هون رح نلاقي إنه بت تريكس او بت ريكس هي اللي عمالها، هي اكبر واحدة منهم، وبعديها بولينيكس. بولينيكس هاي برضو مشهورة جدا، يعني من المنصات المشهورة. طبعا كل هدول المنصات تتداول هاي العملة، بدل انها عملة معقولة. يوبت مثلا مشهورة انها تتداول عملات الاي سي او كتير صغيرة، مشكوك في وضعها. على العموم في كتير بيتيليشس هذه منصة، يعني ديروا بالكم، يعني احنا ما بدنا نوصل لرقم 29 في هاي المنصات اللي بتتداول، بدنا رقم اول 3 4 5 هم فيهم زخم، فيهم قوة، عندهم يعني معهم مصاري. طب نروح احنا نتبع كمان، يعني احنا بس شفنا ديجي بايت نتبع المنصة ايش هي. بيتريكس، بيتريكس منصة كويسة أمريكية موجودة، يعني حجم التداول 365 مليون، تداول كويس. هي بالنسبة لي لوكال هون في سياتل، أنا ما عمالي بعملهم أي دعاية ولا أي شيء، فما حدا مش تروحوا تشتغلوا تشتركوا فيها، لا اعملوا زي ما أنا عملت، روحوا على المنصة وشوفوا. ما حدا يعني يفكر إنه هذه دعاية لإنهم ولا أي شيء. إذا نضغط عليها يعني حاطين لك سياتل، منصة أمريكية، معناته إنه في عليها، بما إنها أمريكية معناها إنه في عليها قيود أكثر في عمليات أخذ الأموال والتعامل معها، بالإضافة لأنها بتدفع الناس ضرائب وتوابعها. لازم يكون في لها يعني نوع من المصداقية عشان تكون موجودة. أنا بس عشان الناس ما تفكر إنه أنا بروج لهاي الشركة، أنا ما بروج لأي حدا. رح أخذ أي عملة تانية بشكل يعني مجرد هيك عشوائي. العملة هاي كريبتونكس، عمري ما سمعت فيها قبل هيك، بس يلا كريبتونكس. شوف كريبتونكس هاي، طبعا ممكن الواحد يقرا عن العملة، ما تشتروا هاي العملة. ها اوكي، هذه نقطة ممكن الواحد يستفيد منها. طلعوا عليها العملة موجودة بس على اكستشينج تنتين، منصتين فقط اللي بيستعملوها. هاي عملة انا ما عندي استعداد استثمر فيها، لكن في ناس كتير بيحبوا المخاطرة بهذا النوع من العملة، تقول لك اوه
هاي عملة مهمة، هاي عملة جيدة، لساتها طالعة جديد، سعرها مقبول، رح تطلع ما رح تطلع، كل الكلام الفاضي هذا طبعا أنا ما بيهمني. اللي بيهمني إنه إحنا نشوف المنصة اللي عمالها تتعامل عليها. أوكي، منصة اسمها هيت بي تي سي، اسمها لحاله بخوف، لأنه مش عارف هيت أند رن، يعني ممكن بدهم يهربوا. اللي شايفه أنا إنه عندهم أكثر شيء تداول بالبيتكوين كاش حوالي 65 مليون، وبيتكوين 55، يعني منصة صغيرة تعتبر. إذا رحنا على الموقع تبعهم ممكن نعرف معلومات أكثر شوي عنهم للناس اللي حابة تستزيد عنهم، وهذا اللي دائما بنصح فيه قبل ما تسجل حاول تعرف عنهم ما يمكن. صار لهم من 2013 حاطين العملات اللي بتداولوها عندهم، بس عدد معين يعني شكلهم يعني صغير عدد العملات اللي بتداولوها. بتكلم عن السكيورتي تبعتهم وشوية معلومات عنهم، السبورت والفيز. أهم إشي الفيز، إحنا بدنا نعرف قديش بتكلفنا العمليات هاي، وهاي تحتاج لدراسة طبعا. إذا أنت مش كتير متبحر باللغة ممكن تستعمل جوجل ترانسليت وتخلي يترجم لك الصفحة لأي لغة بدك إياها، اللغة العربية، وتحاول تفهم منها. برضو ما فهمت استشير الناس أصحاب الاختصاص. مرة تانية أنا ما بروج لهيت بي تي سي، أنا شايفهم صغار ووضعهم مش مطمئن كتير، ولا بروج لأي عملة من اللي شفتوهم اليوم بالفيديو، لكن بس أنا بورجيكم الطريقة الأفضل إنك أنت تعرف وين تروح وكيف تستثمر، أو على أي منصة تروح وعلى تستثمر فيها فلوسك. طبعا هاي الشغلة مؤقتا، يعني إحنا هاي الشغلة لسه مبادئ نعتبرها. الناس اللي بدها تستثمر أكثر من هيك لازم تدرس أكثر في الموضوع. هذا مش علم فلك يعني ولا إطلاق صواريخ، هذا علم مجرد يعني إحنا بنعمل نوع من البحث الصغير عن هاي الشركات، ونحاول نعرف إذا هاي الشركة كويسة ولا لا. زي ما حكيت أنا، إذا بتضلك في أول خمسة مثلا، أو يعني العدد التوب، جماعة التوب هم أفضل من الواحد يغامر بالشركات الأصغر لحد ما يصير في عندك نوع من القناعة، يعني إنه الشركات هاي ممكن تستفيد منها. بس لهون، وقولكم يعطيكم العافية، إن شاء الله الفيديو يكون أفادكم. وإذا عندكم أي أسئلة أو يعني أي طلبات حطوا لي إياها في التعليقات، وإن شاء الله بجاوبكم عليها. لو سمحتوا لايك شير سبسكرايب، وإن شاء الله سلام.